بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الوطن الغالي، مساء الفداء والعطاء، مساء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مساء القائد الرمز والجنود البواسل، مساء البحرين المنيعة المحمية بسواعد أبنائها. مشاهدينا الكرام، نواصل معكم خلال الساعتين القادمتين تغطيتنا الخاصة لاحتفالات المملكة بالذكرى 50 لتأسيس قوة دفاع البحرين، مصنع الرجال وحماة الوطن. مشاهدينا، نحن معكم في هذا المساء نحيي جنود البحرين الأوفياء كلا في موقعه، فأنتم ذخر البحرين وسندها، وأنتم حماة الأرض. يسرنا أن نرحب في هذا اللقاء بضيوفي في الاستوديو خلال هذه التغطية، اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله الخليفة، قائد سلاح الجو الملكي البحريني. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير. يا أهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك معنا. أيضا العميد الركن الشيخ سلمان بن خالد الخليفة، قائد كتيبة المشاة الآلية. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير مشاهدين الكرام. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير أخوي مشاهدين الكرام. يا أهلا وسهلا فيك. أيضا سعادة العميد الركن بحري محمد يوسف العسم، قائد سلاح البحرية الملكي البحريني بالوكالة. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير، كل عام وانتم طيب. كل عام وانتم بسلام وصحة. وأخيرا وليس آخرا الرائد الركن الشيخ خالد بن علي الخليفة، قائد كتيبة الحرس الملكي. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. يا أهلا وسهلا فيكم. في البداية يعني نهنيكم بالذكرى 50 لتأسيس قوة دفاع البحرين. عيد الجيش وعيد لنا جميعا. سعداء بوجودكم معنا في الاستوديو. وأبتدي معك سعادة اللواء ركن طيار الشيخ حمد. طبعا إنجازات عديدة وكثيرة لقوة دفاع مملكة البحرين على المستوى التعاون العسكري، وأيضا على مستوى التحالفات مع القوات الشقيقة والصديقة والمشاركات بفعالية في التحالفات العسكرية كما نعلم. في البداية لو تكلمنا عن
أهم التحالفات والمشاركات اللي ساهمت فيها طبعا قوة الدفاع البحرين؟ طبعا أول شيء أبي أرجع إلى الاتفاقيات اللي وقعت مملكة البحرين، نعم، بدءا من سنة 1950 لما توقعت اتفاقية الدفاع المشترك مع الدول العربية، ومن ثم في سنة 2000 تم توقيع على اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون. وفيما يتعلق بالتحالفات، فإن البحرين شاركت في 4 تحالفات كما تعلمون. التحالف الأول هو تحالف الدولي، والتحالف الثاني هو التحالف الإسلامي، التحالف العربي، والتحالف الخليجي. من هذه التحالفات طبعا نبدأ بالتحالف اللي أدى إلى تحرير دولة الكويت الشقيقة، وكانت البحرين منضوية تحت مظلة التحالف الدولي لمن شاركت دول العالم في إخراج القوات الغازية من أرض الكويت، نعم، وحررت الكويت. وكان في ذاك الوقت سلاح الجو الملكي البحريني مشارك بسربين من الطائرات، طائرات الفا 16 وطائرات فا 5. ثم شاركت البحرين كذلك في 2003 أثناء حرب على العراق، وكان دور سلاح الجو الملكي البحريني هو الدفاع عن أجواء مملكة، عن أجواء دولة الكويت، خوفا من أي اعتداء ثاني يقع عليها في ذيك الفترة. ثم في 2015 سلاح الجو الملكي البحريني وبتوجيهات سامية من سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله رعاه إلى القيادة العامة، صدر الأمر لسلاح الجو للمشاركة في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، نعم، بسرب من طائرات الفا 16، وهذا التحالف قائم إلى يوم من هذا. نعم، راح إن شاء الله ندخل في التحالفات بمزيد من التفصيل ومدى يعني حتى الاختلاف فيما يتعلق بالتزام البحرين بالاتفاقيات العالمية والعربية أو الخليجية، هل هناك اختلافات في هذه الالتزامات أو غيرها، إن شاء الله مع سياق الحلقة. أنقل السؤال إلى العميد ركن الشيخ سلمان. سعادة العميد، يعني خلال مشاركة المملكة في هذه التحالفات، طبعا تشارك المملكة بأكثر من سلاح، منها سلاح المشاة، تحدثنا لو سمحت عن مشاركة سلاح المشاة في التحالفات المختلفة. بداية مسي عليك بالخير وعلى المشاهدين الكرام. نور السر. أخي الكريم، سلاح المشاة هو العنصر الأساسي في أي معركة، نعم، يعني لعلمك هو العنصر الذي يقوم بمسك الأرض أو الاحتفاظ بالأرض اللي قاتل علشانها. نعم. فسلاح المشاة مشارك في أكثر من عملية ضمن تحالفات وضمن اتفاقيات، من ضمنها مثل ما ذكر سيدي سعادة اللواء مشاركتنا في حرب تحرير الكويت، مشاركة القوات المشاة في حرب اليمن، مثل ما قلت لك في مشاركات لقوة الدفاع بالقوات البرية اللي هي قوات المشاة، نعم، في عمليتي دعم الشرعية وإعادة الأمل، نعم، عاصفة الحزم عفوا وإعادة الأمل، نعم، من أجل دعم الشرعية، من أجل دعم الشرعية في، نعم، في اليمن الشقيق، وقوات تقاتل حقيقة هناك تحت مظلة الحرس الملكي، ولكن القوات المدعمة فيها والمضاوية تحتها هي قوات مشاة من كتاب المشاة بقوات دفاع البحرين. هذه القوات حقيقة اكتسبت خبرات كبيرة، يعني بيثني على الكلام الرائد شيخ خالد على أن المشاركة هذه كانت إيجابية وفعالة حقيقة، ونمت ورفعت روح القتالية والتدريبية الى درجه احترافيه عاليه جدا، يعني من المهاره في هذه النوع من المعارك، يعني حقيقه هي مو معركه تقليديه، معركه يعني فيها قتال مدن، فيها قتال جبلي، فيها قتال، وهي كلها يعني تكتيكات مختلفه، يعني ما تصب كلها في دائما في ارض معركه واحده، يعني
وهذه كلها تأتي ضمن التزام المملكة نعم مع شقيقات نعم مجلس التعاون نعم الدول العربية في يعني إعادة الأمل إن شاء الله نعم في اليمن نعم الشقيق نعم. أنتقل أيضا إلى العميد الركن البحري محمد يوسف العسن. طبعا هناك مساهمات كثيرة لسلاح البحرية نعم في مملكة البحرين، يعني نذكر على سبيل المثال المشاركة في قوة الواجب الدولي عام 2008، ما هي طبيعة هذه المشاركة وما هي الأدوار اللي تقوم فيها، يعني يقوم فيها السلاح البحري السلاح الملكي، ما هي المهام المنوطة له؟ نعم طال عمرك هي رؤية سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، رؤيته في المشاركة في التحالفات الدولية وتتركز في ذلك. فإحنا شاركنا في تحالف 152، وهذا التحالف قد تكون في 2004 وشاركنا فيه من البداية بسفن ومنسقين، والتحالف هو عبارة عن حماية خطوط المواصلات والممرات الملاحية، كذلك هو هاي تحالف دولي سلمك الله. تحالف دولي في أي منطقة، وما كانت يعني هي المهام اللي أوكلت لسلاح البحرية الملكي البحرين؟ هو طال عمرك تركز على أهمية الملاحة في دول في الخليج العربي نعم وخطوط المواصلات. ففي 2004 تشكل هذا التحالف وشاركت البحرين من 2004 نعم، وذلك لحماية خطوط المواصلات والمنشآت الحيوية نعم الموجودة في منطقة الخليج العربي. وتمت قيادة التحالف من قبل سلاح البحرية الملكي البحريني في 2008، وكذلك تم القيام بالقيادة لذلك في 2012، أكملنا القيادة على أكمل وجه في هذه الفترة، وذلك لحماية خطوط المواصلات، حماية السفن لما لها أهمية في المنطقة ضد ومكافحة الإرهاب وتفتيش السفن في هذه الفترة. نعم، وهذه ليست المهمة الأولى لسلاح البحرية الملكي البحرية. لا أبدا، هناك مهمات سابقة مشاركين فيها من البداية من 2004 إلى يومنا الحالي. احنا في التحالف ال 152 نعم، ولكن في نفس الوقت قدنا هذا الشيء، وهذه لما انت تقول تحالف بهذا الحجم تحالف دولي عبارة عن كفاءة عالية ودرجة عالية من الاستعداد لقيادة التحالف الدولي. جميل، أنتقل إلى الرائد الركن الشيخ خالد بن علي الخليفة. طبعا تحدثنا عن طبيعة مشاركة الحرس الملكي في أعمال قوة الواجب. بداية الله يسلمك، بالنسبة حق مشاركات الحرس الملكي هي متعددة كثيرة، لعلنا أنا أبرز يعني أهمها في الوقت الحالي. نعم، في شهر مايو 2015 حدث زلزال في جمهورية النيبال، وتم إصدار أمر سامي من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى قائدنا الأعلى لسمو قائد الحرس الملكي العميد ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتكليف قوة من مكونة بجميع الإمكانيات للتعامل مع هذه الأزمة، وهي في طبيعتها من أعمال الإغاثة، هي في طبيعتها يعني عملية إنسانية. وعلى ضوء ذلك تم تجهيز هذه القوة وإرسالها إلى جمهورية النيبال بواجب مساندة السلطات النيبالية لإنقاذ وإغاثة المنكوبين من هذه الأزمة. تم ذلك طبعا بالتنسيق مع المؤسسة الخيرية الملكية، و
ساهمت هذه القوة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة وتقديم المؤن والمساعدات الإنسانية للأسر في المناطق المحددة ضمن منطقة المسؤولية في هذه المنطقة. هذه أحد المشاركات الدولية للحرس الملكي، ومن ثم تأتي مشاركات أخرى من ضمنها تشمل ضمن التحالف العربي، التحالف العربي لإعادة الشرعية في الجمهورية اليمنية. وهذه العملية هي عملية متعددة المحاور وتسمى عمليات الطيف الكامل، تشمل عمليات إعادة الإعمار وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة، تشمل عمليات عسكرية وأمنية للمحافظة على ما تم تحقيقه من انتصارات، وتشمل أيضا عمليات إنسانية. لعل أذكر أبرز هذه العمليات هي إزالة القنابل أو العبوات الناسفة، بالإضافة إلى الألغام التي زرعت من قبل طبعا الأطراف المعادية للشرعية في الجمهورية اليمنية. وتم تحقيق إنجازات كثيرة في هذا المجال، وتطهير هذه المناطق وتسهيل حرية الحركة للسكان وطبعاً المقيمين في هذه المناطق. الحقيقة الكل أشاد بدور الحرس الملكي البحريني، من حيث أنه كان سباق في المشاركة، ومن حيث الأدوار المتقدمة اللي قام فيها الحرس الملكي البحريني. ويمكن نذكر جميعاً سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد، وجودهم هناك كان له دور كبير في رفع المعنويات وفي تقديم المثال والقدوة للجندي البحريني. طبعاً بالتأكيد في هذه النوع من العمليات القيادة شيء مهم جدا، ووجود سمو الشيخ ناصر بن حمد ووجود سمو الشيخ خالد في الخطوط الأمامية لأرض المعركة كان في مثابة الشيء الذي يبعث روح المعنوية وروح الاندفاع للقيام بالمستحيل لتحقيق المهمة وتحقيق النصر. ولله الحمد تم تحقيق الكثير من الانتصارات في الأراضي اليمنية في تلك الحقبة من الزمن، ونترقب إن شاء الله تحقيق انتصارات إضافية على مر الأشهر والفترات المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله، وباستتباب الأمن وعودة الشرعية إلى اليمن الشقيق، وهو الهدف الأكبر. نبقى في أجواء عاصفة الحزم اللواء ركن الشيخ حمد، ما هي الأدوار اللي قام فيها سلاح الجو الملكي البحريني، ويعني هل هذه الأدوار ما زالت مستمرة، وإلى أي مدى حققت أهدافها ضمن التحالف العربي؟ طبعا احنا بدينا العمليات في شهر مارس من 2015. نعم. ومثل ما ذكرت لك سابقا بان احنا شاركنا بسرب طائرات F-16، وانا اكون فخور جدا بان يكون عندي من ابنائي طيارين من افضل الطيارين في العالم، وانا ما ابالغ لما اقول ان احنا عندنا افضل طيارين في العالم، وهذه بشهادة القيادة في المملكة العربية السعودية. الدور المطلوب منه في هذه الحرب هو مراقبة الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. نعم. وقدرنا خلال هذه الفترة، فترة 3 سنوات، أن ننجز 8000 ساعة طيران. نعم. وهذه حقيقة إنجاز غير مسبوق في تاريخ سلاح الجو. حققنا ضربات دقيقة لأهداف كانت على وشك أنها تخترق الحدود باتجاه الشمال إلى الأراضي السعودية. فإحنا دورنا الرئيسي في هذه الحرب هو مراقبة الحدود، ويعني تخيل أن يوميا إحنا من 3 سنوات يوميا عندنا طلعات على الحدود، ويعني تستغرق المعدل الرحلة الواحدة من 5 إلى 6 ساعات طيران متواصل على الحدود للمراقبة والتأكد بأن لا أحد يقترب
إلى حدود المملكة العربية السعودية. نعم، ودائما يعني الطيار البحريني محل إشادة، ويمكن نذكر حتى في حرب الخليج. نعم. في سنة 90 حرب تحرير الكويت الشقيقة. نعم. كان هناك إشادات كبيرة. نعم. بسلاح الجو البحريني. نعم. وبكفاءة الطيار البحريني وما قام فيه من أدوار متقدمة، ويمكن أولى الطلعات كان شرف أن مملكة البحرين ساهمت بتحرير الكويت الشقيقة. نعم. بالنسبة للمشاركة البحرين في هذه العملية في عاصفة الصحراء، نعم. البحرين ساهمت بأكثر من 500 طلعة، وهذه في ذيك الفترة القصيرة للحملة الجوية كان عدد ساعات، عدد رحلات كثيرة. للعلم بأن هذه يعني معلومة قد يعني لا يعلمها الكثير، بأن طائرات الفا 16 لما شاركت في هذه العملية كان توها واصل إلى البحرين 3 أشهر. فإحنا يعني يبين لك مدى كفاءة الطيارين اللي قدروا أنهم يدشون إلى العمليات في فترة وجيزة جدا. أما بالنسبة للطائرات الفا 5 فحققت ضربات دقيقة ويعني وإصابات مباشرة في مسرح عمليات الكويت. في ذلك الوقت كان الاف 5 أو الفا 5. الاف 5 كنا نستخدمها للضرب الأهداف الأرضية، وكان دور الطائرات الفا 16 اللي هي للحماية، وكانت يعني الاف 16 ما تشارك لحماية طائراتنا فقط، إنما تشارك لحماية معظم طائرات التحالف. نعم، جميل. أنا راح أنتقل إلى يعني سلاح البحرية الملكية البحريني اللي شارك أيضا في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ويمكن كان في أكثر من دور يعني لسلاح البحرية البحريني، سواء بأعمال الإغاثة، سواء بأعمال حماية الحدود، وأيضا محاربة القرصنة في ذلك في تلك البقعة. تكلمنا عنها لو سمحت بشيء من التفصيل. نعم، طال عمرك إحنا شارك سلاح البحرية ملكي البحريني بسفينة صابحة لتأمين الحدود اليمنية الممتدة من جنوب عمان إلى باب المندم، وكان له مشاركة كبيرة للحد من التهريب، عمليات التهريب. عمليات التهريب، تهريب ماذا؟ الأسلحة، الأشخاص. الأسلحة والأشخاص. نعم. والمؤونة إلى الحوثيين. وكذلك قامت بسفينة صبحة طبعا بعملية صد أي هجمات تكون في المنطقة المذكورة. وهذه المسافة طبعا 250 ميل بحري، وهم كذلك أن سبينة الصبحة قامت في نفس الوقت بمرافقة السفن وحمايته، وكذلك توصيل المؤن الإغاثة وخاصة المؤونة المتوجهة من مملكة البحرين إلى الأخوة في اليمن. نعم، مثل هذه المشاركات لقوات البحرية يعني إلى أي مدى تكسبها مزيد من الخبرات؟ يعني مملكة البحرين جزيرة، ويمكن طبيعة العمليات في جزيرة بحجم البحرين. نعم. تختلف عن طبيعة العمليات في ساحل ممتد على مسافات كبيرة شاسعة مثل الساحل يعني اليمني. فإلى أي مدى هذه ساهم في تعزيز الخبرات الميدانية؟ طبعا هو له الأثر الكبير في زيادة الخبرة لدى سلاح البحرية الملكي البحريني، ولولا أن القدرة والاستعداد درجة العالية من الاستعداد لدى السلاح لما أعطي هذا الدور المهم، وخاصة في باب المندم. إحنا اليوم في 2 نوفمبر قدرت سلاح البحرية الملكي البحريني في مشاركة التحالف الدولي 151، واليوم احنا نقود مجموعة من التحالف الدولي لحماية منطقة الباب المندم والقرصنة وحماية السفن المدنية من القرصنة. وقام هذا التحالف بدور مهم جدا، واحنا نلاحظ اليوم يعني هو بدأ ذروة القرصنة في 2009-2011، فكان تقريبا في ذاك الوقت القرصنة تعادل 70 قرصنة في الشهر تقريبا. اليوم احنا حدينا من ذلك، ولا يوجد أي
قرصنة، فكانت في ردع للقراصنة للتعدي على السفن التجارية. نعم. وبهذه يعني قدرنا نحمي خطوط المغصلات اللي لها أثر كبير على التجارة الدولية والنقل البحري. نعم نعم. وفيما يتعلق في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، يمكن يعني حماية الحدود البحرية لها أهمية كبيرة، لأنها هي المكان اللي يتم من خلالها عن طريقها يعني تهريب الأسلحة، تهريب الأفراد وما إلى ذلك. والحمد يعني سلاح البحرية البحريني كان له دور كبير في تأمين مثل هذه الحدود البحرية. أنتقل لك العميد ركن الشيخ سلمان، يعني عمليات الإسناد للمشاة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، تكلمنا عنها لو سمحت، ودور طبعا كتيبة المشاة البحرينية في ذلك. أول شيء احنا نتدرب لنقاتل ونقاتل كما تدربنا. نعم. فإحنا كل قوة الدفاع تدرب مع بعضها البعض، بحرية، جوية، برية، مدفعية، كلنا نتدرب مع بعض للعمل المشترك في وقت الأزمات والحروب. الحرب في اليمن تطلب قوة يعني قوامها مشاة ومدفعية. حقيقة يعني أشيد أنا بدور المدفعية الملكية في حرب اليمن، يعني الكل أشاد فيهم لدقة إصابتهم، مدربين على أعلى مستوى من الاحترافية في رصد الأهداف وتوجيه القذائف. لا تنسى أن المدفعية الملكية تطورت إلى مستوى المدفعية الصاروخية، اليوم ما تستخدم مدافع فقط، تستخدم صواريخ موجهة مسافات طويلة، وحققت أهداف بالغة ودقيقة في اليمن. أضف إليها قوات المشاة الراجلة اللي هي أساس القتال على الأرض تحت مظلة وقيادة الحرس الملكي. قوات مشاة من جميع وحدات المشاة بقوات الدفاع تتناوب على تأمين الأرض وال يعني القوات الموجودة على الأرض ضمن القطاع اللي هي مسؤولة عنه. وحقيقة يعني بعد الإشادة فيهم إشادة تشرح الصدر، وذي كلها راجع للتدريب، التدريب والاهتمام والرعاية المباشرة من أكبر المسؤولين. جلالة الملك يعني وولي العهد، اسمه ولي العهد والقائد العام يتابعون تدريب بدقة، ويعني وش قد كفاءتك، ويعني لا تنزل هذه الكفاءة، ولازم تزيد القدرات، يعني بتزيد الكفاءة مع زيادة القدرات، كلها أشياء طردية يعني ما توقف في محلها. فهذه بعد أشياء ساهمت في رفع كفاءة الجندي البحريني على الأرض في اليمن، وذلك بشهادة الجميع حقيقة يعني. نعم. الإخوان من المملكة العربية السعودية دائما في كل موقف يشيدون بانضباطية واحترافية وكفاءة الجندي البحريني، وهذه وسام فخر لنا كلنا. لا شك، لا شك، لا شك في ذلك. الرائد ركن الشيخ خالد، يعني هذه الأدوار المختلفة التكاملية اللي قام فيها سلاح الجو، سلاح البحرية، سلاح المشاة، إلى أي مدى ساهم في يعني تدعيم الدور اللي قام فيه الحرس الملكي من خلال قوة الواجب؟ طبعا بالتأكيد يعني العمل العسكري دائما يهدف إلى التكامل. نعم. على جميع مختلف الأسلحة. نعم. بين مختلف الأسلحة بالتأكيد، سواء كان بالتنسيق أو بالعمليات المشتركة. وثمر العمليات العسكرية الحقيقية هو طبعا ما يتم الإعداد له مسبقا، ولله الحمد مثل ما تفضل سيدي سعادة العميد، هذه التوجيهات أسهمت في إنتاج هذه القوة المتميزة التي تعتبر قيمة مضافة لأي تحالف شاركت فيه. فجميع المشاركات لقوة دفاع البحرين وعلى جميع المستويات لم نسمع عنها إلا
يعني كل ما يسر. ولله الحمد يتم تحقيق الأهداف المرسومة والنتائج بالتأكيد على أرض الواقع على الأرض. المهام يتم تحقيقها حسب ما يتم التخطيط له. فلذلك نحن جميعا يعني مكملين لبعضنا البعض. من الصعب الآن أن تعمل قوة من غير يعني وجود السلاح المساند أو السلاح المدعم في الطرف الآخر. فمثل ما تكلمت في البداية هي تكامل. لله الحمد أن تم تحقيق هذا والآن الجهد جاري على تطوير ما تم تحقيقه. يعني إلى أي مدى مثل هذا التكامل لا يمكن أن يحدث بهذه الانسيابية وبهذه النتائج مثل ما تفضل سيادة الأمين، إن يعني بهذه النتائج لو لم يكن هناك يعني تمرين مشترك تمرين مكثف سابق للمشاركة في مثل هذه العمليات. نعم، والله يسلمك. التحضير من أهم الأمور التي تحدث قبل تنفيذ أي عملية. لذلك القيادة حريصة جدا على مسألة التحضير للعمليات عن طريق التدريب، وتوجيه التدريب السنوي يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف. فالشاهد أن عندما احتجنا لتنفيذ هذه المهام كانوا الجنود جاهزين وكانت المعدات متوفرة وكانت الإمكانات ميسرة وتم فرض القوة بما تتطلبه العملية سواء كانت في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب أو سواء كانت في التحالف العربي بما يتناسب التحالف الإسلامي بالتأكيد بما يتناسب لظروف العملية أو بيئة العمليات. وتم تنفيذه ولله الحمد يعني بما يتطلبه الموقف. نعم، فأعتقد أن يعني أن تم تحقيق هذه الأهداف ولله الحمد. سعادة اللواء ركن طيار الشيخ حمد، يعني كما للتمارين المشتركة بين الأسلحة المختلفة داخل أي بلد أهمية كبيرة في تعزيز القوة والاستعداد لخوض أي يعني معركة أو أي دور أو واجب تقوم فيه، أيضا للتمارين المشتركة بين الدول دور مهم أيضا في تعزيز أواصل التعاون والتنسيق المشترك بين الأشقاء والدول المختلفة. ونضرب على ذلك مثال بتمرين الربط الأساسي. نعم، تكلمنا عنه طويل عمر إن شاء الله. قبل لا أجاوبك على هذا السؤال تفضل أبا شارك أخواني فيما يتعلق بالتعاون بين الأسلحة الثلاثة. نعم، وتحديدا في منطقة مأرب لما كانوا الحرس الملكي موجودين عندهم واجب تطلب أنهم يتعاملون مع هدف وكان هالهدف صعب التعامل معه. فصادف بأن طائراتنا كانت موجودة على الحدود، ولحسن الحظ بأن سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد يركزون تركيز كبير على تمارين المسيطر الأمامي. فكانوا من ضمن المجموعة المقاتلة للحرس الملكي مسيطرين أماميين. فلما توجهت طائراتنا إلى الموقع قدروا أنهم يوجهونهم إلى الهدف ويضربون الهدف يعني بدقة بتوجيه من المسيطر الموجود على الأرض من الحرس الملكي. وهذا دليل على مسألة التكامل والتعاون. إيه نعم، بين الأسلحة المختلفة. نعم. نعم. إجابة على سؤالك، احنا نشارك حقيقة سلاح الجو يشارك في عدة تمارين مشتركة، منها ثنائية ومنها مشتركة. إذا جينا على ثنائية فنحن تونا قبل العام الماضي أنهينا تمرين مع جمهورية مصر العربية هنا في البحرين. نعم، صحيح. حمد اثنين. نعم، وقبله بسنتين حمد واحد. لكن التمارين الرئيسية لسلاح الجو الملكي البحريني الربط الأساسي مثل ما تفضلت، والربط الأساسي هو إقليمي دولي، إقليمي عالمي يعني دولي مشترك تشارك فيه عادة 12 دولة. لنا الفخر بأن تكون القيادة بحرينية والتمرين على أرض البحرين. قيادة الربط الأساسي، قيادة الربط الأساسي بحرينية. نعم، منذ 14 عام. نعم، والقيادة كل سنتين يعقد هذا التمرين،
ويعني تكون المشاركة دائما مع سلاح الجو الأمريكي وشاركت عدة دول، شاركت باكستان، مصر، الأردن، شاركت استراليا، شاركت يعني تركيا كذلك شاركت معنا. فيعني هذه الفائدة الكبيرة من هذا التمرين هو حرية الطيران من أقصى الشمال الخليج إلى أقصى الجنوب. والفائدة الثانية هو الحصول على فرصة التزود بالوقود، هذه يعني صعب الحصول عليها. ثالثا السيطرة من قبل طائرات الرادار الطائر الأيوكس. التمارين الأخرى اللي احنا نركز عليها تمرين خليجي وهو تمرين صقر الجزيرة. صقر الجزيرة سنة واحدة بالطائرات العمودية والسنة اللي بعدها طائرات مقاتلة، وأسلوب هذا التمرين هو بأسلوب التجمع، يعني تتجمع القوات في قاعدة جوية واحدة ومن ثم يبدأ الدفاع عن الدولة المضيفة. سنة واحدة مثل ما ذكرت لك عموديات وسنة ثانية مقاتلات. وهذه التمرين فيه فائدة كبيرة للتعارف أولا، وثانيا لأسلوب الدفاع عن البلد من نفس البلد. التمرين الثالث هو رماح الخليج. وهذا التمرين من بدأ تقريبا 10 سنوات. رماح الخليج كذلك دول مجلس التعاون فقط المشاركة في هذا التمرين، ويعتمد على المشاركين من الطائرات المقاتلة، لكن ليس بأسلوب التجمع، إنما الطائرات تدافع عن دولة محددة يقع عليها تهديد من قواعدها، يعني كل دولة تهاجم من قاعدتها للدفاع عن دولة واقع عليها تهديد. جميل. إذا يعني هذه التمارين المشتركة تفيد مختلف الأسلحة، يعني سواء سلاح الجو، سلاح البحرية، سلاح المشاة البرية، كل هذه الأسلحة تستفيد من مثل هذه التمارين المشتركة مع الدول المختلفة. ويمكن فائدة البحرين أيضا تتضاعف حينما نتكلم أنها تقود مثل هذه التمارين المشتركة. نعم، سلاح الجو هو طرف واحد مستفيد، هو المستفيد الأول من هذه التمارين، لكن في مثل هذه التمارين يزج بالسلاح البحري للمشاركة. الدفاع الجوي وله دور كبير، الدفاع الجوي كان الدفاع الجوي الملكي أو الدفاع الجوي اللي تابع سلاح الجو الملكي البحريني. فكذلك في تمارين مثل التمارين العمودية نشارك بوحدات برية، وحدات القوات الخاصة. فهذه يعني دائما تكون تمارين مشتركة ليس على مستوى الدولة إنما على مستوى مجلس التعاون كذلك. جميل. بالنسبة للمشاة، يعني العميد الركن الشيخ سلمان، يعني أول تمرين للقوات البرية، التمارين المشتركة كانت بين المملكة وبين المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى، هذه في السبعينات. وطبعا العلاقة بين المملكتين علاقة خاصة جدا. نحن لا نتحدث عن بلدين وإنما نتحدث عن بلد واحد. يعني ونستطيع نقولها بكل ثقة. نقولها وبصدق. إحنا نودي نروح نتدرب في أرضهم. إذا احتجنا مناطق كبيرة واسعة عشان ندرب قوات برية تبي تنتشر الانتشار اللازم، ندرب في السعودية حقيقة. ومفتوح لنا المجال، يعني ما هو إلا طلب فقط إن إحنا نبي من طريق كذا لطريق كذا، وتوفر لنا كافة الإمكانيات. نعم. وهذا يعكس حقيقة خصوصية العلاقات. ما صار في العالم ذي كله، ما في بلد مثل السعودية تفتح أراضيها، تفتح أراضيها وميادين إنك تروح وترمي فيها وتناور فيها وترجع كأنك يا راجع من يعني منطقتك أنت. حقيقة تمارين مشتركة على مستوى مجلس التعاون قديمة، ومثل ما قلت تفضلت بدأت في أول تمرين اللي صار بين قوة الدفاع و المملكة العربية السعودية. في مملكة البحرين تطورت هذه التمارين وصارت مشتركة على مستوى دول الخليج في 75 في 75 1975 نعم شاركت فيها الدروع الملكية والمشاة. التمرين هذا الله يسلمك حقيقة، يعني قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني احنا كل أزمة صارت في الخليج كنا الحمد لله متكاتفين من أول أزمة لآخرها. ولله الحمد. في أزمة حرب 73 قوات الدفاع كان لها مشاركة على فكرة بكتيبة المشاة الملكية الأولى بقيادة الرائد خليفة بن أحمد الخليفة مشير الركن الله يطول عمره حاليا.
جهز قوة علشان تروح تقاتل إلى جنب دعم الأشقاء في 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 جمهورية مصر الشقيقة في نعم حرب تحرير سيناء في 73 حرب 73 نعم قبل وقف إطلاق النار. وأول ما تحركت القوة وبدت في طريق الحركة صار وقف إطلاق النار، ولكن هذه القوة ترى جهزت وشحنت واعتادها كان جاهز ورايح. لأنك تجهز حق معركة أصعب من أنك تدخل معركة حقيقة يعني. بغيرة المشير رائد كان في ذاك الوقت قائد الكتيبة الأولى. هذه أول مشاركة خارجية ضمن الإطار العربي والخليجي في لقوة الدفاع البحري. للعلم كان عمر قوة الدفاع ذاك الوقت 5 سنوات فقط، أو على الأقل كتيبة المشار الأولى كان عمرها 5 سنوات في ذاك الوقت. 73 عفوا الكتيبة كان عمرها 5 سنوات في ذاك الوقت. أو تأسيس يعني قوة الدفاع يعني بشكل عام اللبنة الأولى متأسسة من 5 سنوات. ما في قوة تأسست في 5 سنوات دخلت حرب. قوة الدفاع كانت جاهزة لتدخل هذه الحرب بكفاءة أفرادها وكفاءة تدريبهم وكفاءة قيادتها اللي وجهت هاي. وهذه يدل عقيدتهم اللي قائمة على حماية الوطن نعم والدول العربية نعم حماية نعم يعني العروبة نعم. وهذه ما زال ولله الحمد نعم يعني نعم رابط الدم موجود في نهجنا العسكري نعم رابط البحرين. الدم والدين والأخوة وال طال عمرك ثاني مشاركة كانت الحقيقة أو بالحجم الحقيقي اللي هي حرب تحرير الكويت اللي اشتركت فيها جميع القوات الطيران والبحرية والمشاة والدروع وأغلب الوحدات، وكانت بقيادة فرقة قتال بقيادة قوات مشاة نعم في 91 هذا الكلام. في 15 قوات اللي قوات الدفاع شاركت في 15 يناير 2015 نتكلم عن اليمن ويعني فهذه 3 محطات مضيئة. 15 يناير 91 حرب تحرير الكويت نعم نعم نعم. وبعدها يعني العملية الثالثة اللي كملت أنا في نظري يعني المحطات المضيئة لقوة الدفاع في مشاركات الخارجية هي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. هاي 3 يعني عمليات قوة الدفاع شاركت فيها بكل يعني توفير كافة الاحتياجات أو اللازم للمشاركة في هذه في هذا المجهود أو ذاك. وهذه الاستعدادية الدائمة والجاهزية نعم تأتي من يعني الروح اللي زرعها نعم مؤسس قوة الدفاع البحرين نعم سيدي جلالة نعم الملك زرع فينا نعم زرع الروح القتالية في كل الاستعداد في أي وقت نعم سواء ما يتعلق بحياد الوطن أو دول مجلس التعاون دول الخليج نعم أو الدول العربية وحتى نعم الإسلامية نعم لأن احنا مشاركين نعم حتى في تحالفات إسلامية نعم نعم, نعم, نعم هذا شرف كبير لنا حقيقة يعني وإحنا مستعدين في أي وقت نعم حق إن شاء الله أي نتكلم فيها بتفصيل أكثر إن شاء الله. لكن لو ننتقل أيضا إلى سلاح البحرية الملكي البحريني، أيضا سلاح البحرية الملكي البحريني شارك في تمارين مشتركة عديدة، ويمكن مثل هذه التمارين المشتركة تلعب دور كبير وخصوصية للسلاح البحرية، لأن السلاح البحرية مثل ما سمعنا يعني أنه يتميز بمرونة أكثر من باقي الأسلحة، لأن نعم الأجواء داخل البحر طبيعة المحيط اللي تعملون فيه في داخل البحر يختلف عن الأجواء في الجو أو في البرية، وبالتالي تدريبكم في بيئات بحرية مختلفة يلعب دور كثير في رفع الجاهزية لدى الأسلحة البحرية. إلى أي مدى هذا صحيح سيادة العميد؟ والله طال عمرك يعني السلاح البحرية لديه الكثير من المشاركات في تمارين مشتركة، وخاصة مع دول مجلس التعاون ابتدينا تمارين اعتبارا يعني تقريبا من 19 سنة احنا ونحن نعمل تمرين سنوي يشترك فيه جميع قطاعات البحرية من جميع الدول، وهذا يحدث كل سنة باسم تضامن واحد. إلى اليوم وصلنا إلى تضامن 19. وين الله يسلمك يكون في مملكة البحرين ولا يكون في دولة مضيفة من دول الخليج العربي يعني كل سنة في دولة بالتناوب نعم في كل سنة في دولة طال عمرك. كذلك عندنا تمرين اتحاد وهو تمرين مشترك بين دول مجلس التعاون، وهذا التمرين يقع في بحر العرب، وهذه يكون فيه رماية صواريخ حية ورماية ثخيرة وعلى أعلى مستوى من التمارين المشتركة. كما يوجد لدينا كذلك تمرين فجر العواصف، وهذه تمرين فجر العواصف
هو تمرين محلي للسلاح البحري الملكي البحريني وتشارك فيه جميع قطاعات قوة دفاع البحرين من سلاح الجو والكتائب المشاة كذلك الحرس الخاص. وهذه تمرين سنوي يعد استعداد وجاهزية السلاح البحري الملكي البحريني. كذلك عندنا كذا تمرين مع دول التحالف لنيون شارك ونيون فالكون. جميع هذه التمارين طبعا تثقل القدرات البحرية ولها أثر كبير في رفع الجاهزية القتالية لسلاح البحري الملكي البحريني. نعم، احنا اليوم نتحدث في الذكرى 50 نعم لذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين اللي أسسها كما نعلم سيدي جلالة الملك الله يحفظه وزرع فيها كل يعني ما تحدثتم فيه من 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 قيم ومن استعداد وجاهزية ورغبة في رفع الـ يعني الـ الأداء ورفع الجاهزية سواء للضباط ضباط الصف أو الأفراد. وجلالة الملك دائما يعني يحث على ذلك، وراح نتكلم إن شاء الله بشيء من التفصيل، ولكن إذا سمحتوا لنا راح ندعوكم لمتابعة هذا الفيلم الوثائقي وهو من إنتاج مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. هذا الفيلم يستعرض التحالفات العسكرية اللي انضمت لها قوة دفاع البحرين يعني بدءا من درع الجزيرة ثم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والتحالف الدولي لمحاربة داعش. ونرجع إن شاء الله لمواصلة حديثنا. أقسم بالله العظيم، باعتباري عسكريا في قوة الدفاع أن أكون وفيا لمملكة البحرين أمينا على حقوقها مخلصا لمليكها القائد الأعلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة. تقوم قوة دفاع البحرين بواجبها في الحفاظ على أمن المنطقة والإقليم ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال التحالفات العسكرية وعلى رأسها قوات درع الجزيرة التي تشكلت نواتها الأولى في البحرين بعد أن وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة في نوفمبر عام 82 على إنشائها. وشكلت قوة دفاع البحرين أحد أركان هذه المنظومة العسكرية الخليجية وانخرطت بكل كفاءة في أداء واجباتها التي تمليها عليها عقيدتها العسكرية النابعة من قيم الحق والخير والمنطلقة من العروبة والدين، فوقفت مواقف الأبطال الثابتين على الحق عند كل تهديد شهده الخليج. منظومة قوة درع الجزيرة التي تأسست في قمة المنامة في عام 1982 ولا زالت البحرين ركن أساسي من أركان هذه القوة والتي تخدم الحقيقة الدفاع الجماعي بين الدول الست المؤسسة لهذا التحالف. قوة دفاع البحرين شاركت في الكثير من الفعاليات وحمت المملكة حدودها من الحاقدين الطامعين. منذ تأسيس درع الجزيرة شارك في العديد من العمليات، منها تحرير الكويت وأحداث كثيرة أثبت وجود هذا الدرع الذي صان المنطقة من كل الحاقدين. وبمشاركة البحرين وبمعاضدة البحرين هذا الدرع مع
الأشقاء العرب أصبح يشار له بالبنان. هذا الدرع أصبح يعطي نوع من الاطمئنان للمواطن الخليجي بوجود هذا الدرع. شكل تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية تحولاً في شكل وطبيعة التحالفات في المنطقة، فهو من ناحية ذو فاعلية على الأرض وفي الجو وفي البحر، ومن ناحية أخرى فهو أول وأهم التحالفات العربية في التاريخ الحديث التي أعادت للعرب التحكم بزمام الأمور والابتعاد عن ردات الفعل. وكان التحالف فرصة مواتية لإظهار مدى ما تتمتع به قواتنا من جاهزية وتدريب وتسليح وروح معنوية عالية، فشاركت قوة دفاع البحرين في التحالف العربي بأسلحتها كافة البرية والبحرية والجوية. متسلحة بعقيدتها العسكرية وواجبها تجاه الأمة والدين والوطن، لبت قوة دفاع البحرين نداء صاحب الجلالة القائد الأعلى بإرسال قوات الواجب لليمن، فهبت قوة دفاع البحرين وأرسلت مجموعات قوة الواجب الخاصة باليمن من رجالها الذين ثبتوا على الحق ونصروا المظلوم وأغاثوا الملهوف. كان في مقدمتهم العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، والرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة نجلا صاحب الجلالة القائد الأعلى. سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد شارك في أكثر من مرة من قوات الواجب. أيضا هناك أبناء للبحرين جميعا يشاركون في مهمات قتالية في داخل اليمن وفي الحدود الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية. هؤلاء الشباب أثبتوا جدارتهم وإخلاصهم في العمل، عطى تشجيع لزملائهم الجنود على الجبهة. الحضور الميداني والشخصي من سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد في حرب اليمن يعني لهي فخر لكل بحريني في الحقيقة. شجاعتهم وبسالتهم وقتالهم مع أخوانهم في أرض المعارك لهو مفخرة لكل بحريني يفتخر أن هؤلاء أبناء جلالة الملك لذات فلذات كبده هم أول من كان في الصف الأمامي. تواصلت إسهامات مملكة البحرين من خلال قواتها المسلحة في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، وشارك سلاح الجو الملكي البحريني في عملية عاصفة الحزم ثم عملية إعادة الأمل بإرسال طائرات من السلاح للقيام بمهامها وواجباتها على أتم وجه تحمي أجواء الوطن والدين والأمة. قوة دفاع البحرين قامت بجهود جبارة في التعاون مع الأصدقاء والأخوان في الدول العربية في مكافحة الإرهاب. كان دور قوة دفاع البحرين السلاح الجو الملكي والبحرية والقوات البرية لهي مفخرة لكل بحريني. كل البحرينيين يعلمون ما حصل في اليمن ودور البحرين القتالي الذي أثبت للعالم أن قوة دفاع البحرين لديها رجال وبواسل وقاموا بدور بطولي في اليمن. أيضا القوات الجوية تشارك بفعالية في العمليات الجوية ولها دور فاعل حقيقة
مع أشقائها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. والحقيقة أيضا هذه كلها أدوار قتالية كبيرة تقوم بها القوات الجوية لمملكة البحرين. كما شاركت قوة دفاع البحرين من خلال سلاح البحرية الملكي البحريني بالفرقاطة صبحة وفي غيرها من القطع البحرية في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، وذلك تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. صبحة مثل ما قلت لك كان لها دور واضح وفعال، وكانت تؤمن يعني القطع البحرية البحرينية كانت تؤمن المياه الإقليمية ونقل جميع المواد الغذائية والأدوية إلى إخواننا الأشقاء في اليمن، ومنع مرور البواخر الإيرانية أو تدخلها في المياه. فكان السلاح قطع السلاح البحرينية كان لها دور في حماية هذه المنطقة وتوصيل المساعدات الطبية والغذائية للشعب اليمني. طبعا السلاح البحرية لمملكة البحرين أثبت جدارته وحمل منطقة خاصة من الخليج العربي إلى باب المندم، وحمل منطقة من مهربي السلاح، ووقف مع أشقائه الدول العربية في المحافظة على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة. كما تشارك القوات البحرية ممثلة في الفرقاطة صبحة في عمليات إعادة الأمل في اليمن ومكافحة الإرهاب من خلال طبعا الدوريات المنتظمة التي تقوم بها في بحر العرب والبحر الأحمر لمراقبة عمليات التهريب التي تقوم بها الميليشيات الحوثية. كما شاركت قوة دفاع البحرين من خلال سلاح البحرية الملكي البحريني في الكثير من المهمات العسكرية الدولية لحفظ السلام وفي مكافحة القرصنة ضمن قوة الواجب المشتركة 151 التي تنضوي تحت مظلة الأمم المتحدة، وساهمت في تأمين الملاحة عبر البحار انطلاقا من الواجب والمسؤولية اللذين تحملهما قوة دفاع البحرين بأن العالم الآمن المطمئن يحتاج لتعاون من يحبون السلام ويسعون للخير. القوة البحرية لمملكة البحرين ساهمت في مع أشقائها وأصدقائها في حماية المياه الإقليمية من القرصنة. كما تشارك البحرية الملكية لمملكة البحرين مثلا في الفرقاطة صبحة والسفن التابعة لها في عملية مكافحة القرصنة التي تقودها الأمم المتحدة في مكافحة القرصنة في بحر العرب والمياه حتى المياه الدولية أيضا خارج بحر العرب. هذه كلها مشاركات كبيرة تقوم بها البحرية الملكية أيضا في أعالي البحار أيضا كذلك. الدور البحريني كان مشكور وكان دور فعال للقطع البحرية الملكية في مواجهة القرصنة والمهربين وقطع السلاح المهرب من قبل إيران، كان لها دور واضح واحتواء هذه الأمور ومنعها من الوصول إلى اليمن. تشكل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية في ديسمبر عام 2015، وكانت قوة دفاع البحرين حاضرة كعهدها في تحالفات الخير، وانضمت إلى جانب 40 قوة عسكرية من الدول العربية والإسلامية لإرسال رسالة قوية إلى الدول الحاضنة والداعمة للإرهاب
في المنطقة والخارج بأن قوتنا الفكرية والإعلامية والعسكرية ستقف بمواجهة الفكر المتطرف. طبعا البحرين من أوائل من انضم إلى هذا الحلف الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي غضون ساعات قليلة أصبح العدد كبير، ما يقارب 141 دولة شاركت. البحرين كان دورها واضح، وكدولة عربية ومسلمة ومشاركة الدول الإسلامية في مكافحة الإرهاب هي من أول الدول حاضرة ولها دور ولها بصمة لمكافحة الإرهاب. البحرين منضمة في تحالف آخر أيضا، وهو التحالف الإسلامي الكبير الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وهو يضم معظم الدول العربية والإسلامية، وهو تحالف كبير أيضا معني بالدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية والعربية ومقره في المملكة العربية السعودية. أسهمت مملكة البحرين في مختلف التحالفات العسكرية لدحر الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، وكان لها حضور دولي عندما شاركت قوة دفاع البحرين في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عبر تنفيذ غارات جوية على مواقع التنظيم المتطرف في العراق وسوريا في مهمة دولية أخرى تدعم استقرار وأمن المنطقة. قوة دفاع البحرين شاركت مع أصدقائها في مكافحة داعش لأجل أن يسود العالم للاستقرار والأمن، وضحت بالكثير من أجل هذا الهدف، ضحت بأبنائها. القوات الجوية كان لها مشاركة، وكان لها مشاركة فعالة وقتالية واضحة، وجميع الأخوة التحالف أشادوا بالدور سلاح الجوي البحريني، وهو مفخرة للجميع. البحرين وقوة دفاع البحرين ممثلة في قوة دفاع البحرين منضمة إلى التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب وضد داعش، والحقيقة البحرين أيضا شاركت فيه بفعالية كبيرة. نالت قوة دفاع البحرين سمعة دولية كبيرة بمشاركاتها في التحالفات، وقادت قوات الواجب المشترك لمرتين، وحققت بالتوازي مع هذا إنجازات كبيرة ومتواصلة في تطوير قدراتها القتالية المختلفة وتجهيز جميع كوادرها وتسليحها. وقدمت قوة دفاع البحرين دماء خير أبنائها البررة دفاعا عن الحق والعدل والسلام، محافظا على شرفي وسلاحي، محافظا على شرفي وسلاحي، لا أتركه حتى ذوق الموت، حتى ذوق الموت، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، تابعنا معكم هذا الفيلم الوثائقي بمناسبة مرور 50 عاما من الفداء والعطاء طبعا لقوة دفاع مملكة البحرين. أعود لضيوف الكرام في الاستوديو، أجدد لكم التحية، أجدد لكم العرفان على تواجدكم معنا في الاستوديو، والتهنئة بمرور 50 عاما على تأسيس قوة دفاع مملكة البحرين. أبتدي معك من جديد سعادة اللواء طيار الركن الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة، قائد سلاح الجو الملكي البحريني. طبعا مثل ما يعني الكل يتفق بأن الإرهاب أصبح هو العدو المشترك والعدو الأكبر والمهدد الأكبر والخطر الأعظم للعالم بشكل عام، مملكة البحرين من خلال قوة دفاع البحرين كيف يعني كان لها دور في مكافحة الإرهاب، وكيف سعت لمكافحة الإرهاب أيا كان مكانه وأيا كان مصدر تهديده؟ طبعا كما تعلم بأن الإرهاب يعني لا هوية له،
واليوم يعني موجود في دول قريبة، بكرة ممكن ينتقل إلى بلادنا. فإحنا يعني أفضل وسيلة للدفاع ضد التنظيمات الإرهابية، هو الهجوم. فإحنا يعني صدر الأمر ما تنتظرها سلامك الله، ما تنتظر لينتيك. نعم. نعم، عمليات استباقية. نعم. فيعني صدر الأمر لسلاح الجو الملكي البحريني للمشاركة في عدة عمليات تحت مظلة التحالف الدولي، بدأت في سبتمبر 2014، وقمنا بعملية ضد التجمعات الإرهابية في شمال شرق سوريا. ولكن تتخيل يعني المسافة التي تحلق بها الطائرات من البحرين إلى تلك المنطقة تستغرق تقريبا من 6 إلى 7 ساعات، وتتزود بالوقود 3 مرات. ولله الحمد قدرنا نضرب أهداف يعني في عدة طلعات، أهداف للإرهابيين في تلك المنطقة. كذلك سلاح الجو صدرت الأوامر في فبراير 2015، وبعد مقتل الطيار الكساسبة، الملازم أول الكساسبة، الطيار الأردني. نعم. وتعاطفا وتضامنا من القيادة العليا في مملكة البحرين لمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في هذه المصاب اللي تعرضت للمملكة، فصدر الأمر لإرسال سرب من الطائرات إلى المملكة الأردنية الهاشمية للتحليق من أرض المملكة هناك لضرب بعض الأهداف في منطقة شمال سوريا. ولله الحمد واستهداف داعش كتنظيم إرهابي هو اللي قام بهذه العملية. نعم. هو اللي قام بالعملية، وكانت عملية جدا بشعة. نعم. لا تمت أي بأي صلة للإسلام وللمسلمين ولا للإنسانية، ولا للإنسانية بتاتا. نعم. نعم. بصورة عامة، فاستطاعوا أبناء الطيارين يعني بخبرتهم وكفاءتهم العالية بأن يحلقوا لساعات، وصلت إلى 5 ساعات من تحليق وضرب الأهداف، يعني إصابات محققة. يعني إحنا يشرفنا بأن تكون هذه التحالف بقيادة المملكة. المملكة اليوم يعني تقود هذه العملية، لأن إذا يعني هذه المجموعات الإرهابية لا تواجه فإنها قد تستشري وتنتشر. فيعني أنا يعني أؤكد لك بأن قيادة المملكة لهذه العمليات قيادة مثالية. اليوم حنكة السعودية وقيادتها لهذه العمليات حقيقة يعني ما يعني مجرد أن تحصل على مستوى التحالفات الدولية فقط، وتأتي بعدها التحالف العربي قيادة المملكة العربية السعودية، هي قيادة مميزة. نعم. لهذه العمليات، وإحنا شرفنا أن إحنا نكون طرف في هذه العمليات. نعم. وفي يعني في وقت مفصلي وتاريخي المملكة العربية السعودية قادت زمام الأمور واتجهت لي يعني تحريك مجريات الأحداث في المنطقة، لأن كان الوضع والناس في ذلك الوقت كما نتذكر أن كنا نرى الإرهاب في سوريا وفي العراق، ونرى التنظيمات الإرهابية في اليمن، وبالتالي كان لابد من التحرك في ذلك الوقت حماية لحدود المملكة العربية السعودية وأيضا لكل دولنا في الخليج العربي، ولا شك في ذلك. يعني ليس فقط سلاح الجو، ولكن مختلف الأسلحة في قوى دفاع البحرين ساهمت وشاركت. نعم. في محاربة التنظيمات الإرهابية. هل نتكلم عن سلاح البحرية في البداية، التنظيمات الإرهابية، عمليات القرصنة وما إلى ذلك؟ نعم. طال عمرك احنا كسلاح البحرية، طبعا قوى الدفاع عامة، قوى الدفاع هي مستعدة لتصدي أي إرهاب يكون بالتعدي على سيادة وعلى ممتلكات مملكة البحرين. نعم. ويأتي دور سلاح البحرية ضد الإرهاب في حماية المنشآت الحيوية الموجودة في البحر، لحمايتها من الأعمال الإرهابية، كذلك من عمليات التهريب لتهريب الأسلحة إلى المنطقة فيعمل سلاح البحرية بكل جهد يعني على طول مدار الساعة، يعمل في المياه الأغلبية لحماية وصد أي تهريب أو عمل إرهابي قد يحدث في
مملكتنا القالية. نعم. قوات خفر السواحل في البحرين تعمل على حدود يعني حماية المملكة من أيضا من دخول أي يعني تنظيمات إرهابية أو أسلحة أو ما إلى ذلك، يعني وتهريب بمختلف أشكاله. هل للسلاح البحرية دور أيضا في ذلك؟ نعم، هو طبعا احنا مع خفر السواحل عندنا تنسيق دائم وعلى طول ومباشر لعملية الحد من التهريب والعمليات الإرهابية لعدم دخولها، سواء كان في من متسللين أو سواء كان إدخال المتفجرات وإدخال الأسلحة إلى المملكة. لو بنتكلم عن دور يعني القوات البرية المشاة، هل لها دور في ايضا يعني مكافحه الارهاب والتنظيمات الارهابيه؟ طبعا. خاصه لان هناك خصوصيه للقوات، قوات المشاه هي قوات يعني تلاحم مباشر. نعم. هل لها دور في مثل هذه لو سمحت؟ احنا حقيقه نتدرب، يعني جزء من تدريبنا، جزء كبير من تدريب قوات المشاه ما يسمى بالامن الداخلي، يعني مكافحه ارهاب، مكافحه تخريب. جزء أساسي من تدريبنا يقوم يعني التعامل مع هذا النوع من الأهداف. مثل ما قال سيدي دواء، الإرهاب ما له دين ولا له حدود، يدخل عليك يطلع من عندك يروح حق غيرك، ما تدري وين يدخل. الأجدى أنك تكون مستعد له في كل مكان وفي كل زمان. المملكة شاركت في التحالف الإسلامي اللي تقود المملكة العربية السعودية، واللي يتكون من 41 دولة، وكان الهدف محاربة التنظيمات الإرهابية يعني بشكل فكريا عسكريا إعلاميا وما إلى ذلك، يعني يتعدى فقط الحروب العسكرية المباشرة إلى ما هو أكبر من ذلك. يعني إلى أي مدى يعني كانت مساهمة المملكة في محاربة التنظيمات الإرهابية من خلال مشاركتها في التحالف الإسلامي عسكريا، سواء بالتدريبات المشتركة أو حتى في الجاهزية الدائمة، سواء في يعني في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله؟ فيما يتعلق بالنسبة للتحالف الإسلامي، تمت المشاركة في تمرين واحد، والتنسيق ما زال قائم، بما أن عدد الدول الأعضاء كبير جدا، فلذلك ثمار هذا التحالف نترقب يعني مشاهدته والحصول عليه في خلال السنوات القادمة. لكن في نفس الإطار بالنسبة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، توجد جهود كبيرة لمكافحة الإرهاب في هذا المسرح من العمليات. أنا أتكلم طبعاً بالنسبة لمشاركة قوة الدفاع ومشاركة الحرس الملكي تحديداً. توجد قوات معينة ومخصصة لهذه هذه النوع من الواجبات. طبعاً الحرس الملكي يحتوي على قوات من النخبة، وهي قوة الحرس الملكي الخاصة بقيادة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، وهي قوة متكيفة لجميع الظروف المتقلبة لهذا النوع من العمليات. كما تعلم بيئة العمليات الحديثة تتغير بشكل متسارع جدا، لذلك تتطلب جندي محترف ومهني يستطيع أن يتغير مع هذه الظروف، قادر على التعامل مع مختلف الظروف. بالتأكيد. ولديه تخصصات مختلفة تساعده تحقيق النتائج المطلوبة وتحقيق طبعا إنجاز المهام المطلوبة منه. توجد مشاركات عديدة في هذا المجال، ولله الحمد نتائجها طيبة وهي مستمرة لحد الآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق المزيد من النتائج دعم الشرعية والوصول إلى الاستقرار المطلوب في منطقة المسؤولية بإذن الله. المشاركة في مثل هذه التحالفات مثل ما تفضلت سلمك الله، ثمارها نتائجها لا تكون فقط على المستوى القريب أو المنظور، ولكن حتى على المستوى البعيد. شلون تشرح لنا لو سمحت هذا الشيء؟ طبعا العمل العسكري
ليس عمل يعني ذو نظرة محدودة، هو عمل ذو نظرة استراتيجية بعيدة المدى. لذلك كل ما يحدث الآن هو جزء من توجه استراتيجي لدول التحالف العربي لتحقيق أهداف متعددة. أهم هذه الأهداف هو جلب الاستقرار للمنطقة، هذه أهم الأهداف. الأهداف الأخرى ممكن اختصارها في مسألة التخلص من الظواهر الغريبة على هذه المنطقة مثل الإرهاب وغيره، والعودة إلى الإعمار والبناء والتعليم وتوفير الأجواء المطلوبة لتوفير الرخاء لشعوبنا العربية. جميل. لو بنتكلم يعني عن دور سلاح الجو الملكي البحرين في التمرين التعبوي الميداني قوة العزم اللي يعني جرى هذا اليوم، نعم، ولله الحمد طبعا حالفه النجاح ولله الحمد. تكلمنا عنه لو سمحت. طبعا اول شيء نحن نتشرف بان يحظى هذا التمرين بحضور سامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة، نعم، وهذه هو يعني بحد ذاته نجاح لهذا التمرين. يعتبر هذا التمرين طبعا من اكبر تمارين اللي اجرت قوة الدفاع على ارض البحرين، وكما يعلم الجميع بان شاركت فيه المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة في بعض القوات. وبالنسبة لي انا كان في مشاركة من دولة الامارات العربية المتحدة ايضا، نعم. بالنسبة للمشاركة الجوية فكانت مشاركة فعالة من طائرات المقاتلة السعودية من نوع الف 15 والطائرات التورنيدو البريطانية، وكان يعني دورهم هو القصف الأهداف قبل مباشرة الهجوم، وكانت يعني ضربات محكمة وممتازة. ثم شارك السلاح بطائرات عمودية مصاحبة للهجوم الرئيسي في العمليات، ويعني تمثل في مشاركة عدد من طائرات الكوبرا المقاتلة العمودية المقاتلة، وبمشاركة طائرات من عمودية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت حقيقة إصاباتهم دقيقة جدا. فيعني هذه هو يعني ثمرت التخطيط عن طريق شبكة الخليج المؤمنة. هناك شبكة مؤمنة لدول الخليج لمراكز الجو، مراكز العمليات في الجو. فنحن ما يستدعي ان احنا نروح الى الدولة لننسق او نطلب الدعم، انما يكون هناك بين المراكز العمليات اتصال مباشر خط، نعم، ساخن، وكذلك فيديو كونفرنس صورة تتحدث مع زميلك في الطرف الآخر وتقول ايش اللي انت تبي، ويوم ثاني يرسل لك القوة اللي تبيها. هذه هو يعني واحد من أهداف التمرين، ان احنا نطلب الجهد الجوي عن طريق الاتصال وليس عن طريق المقابلة أو عن طريق السفر ومقابلة الطرف الآخر لطلب الجهد الجوي. نعم. جميل. بما أن الحديث يعني عن التمرين التعبوي الميداني الذي جرى اليوم بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس قوة دفاع البحرين، الحقيقة احنا جرينا مقابلة مع قائد الدروع الملكية سعادة العميد الركن راشد عبد الله النعيمي، نشوفه ونرجع نواصله. الحقيقة أهمية التمرين مهم جدا لقوة الدفاع، للوقوف على جاهزية قوة الدفاع للدفاع عن مملكة البحرين وعن سماها وعن مياهها الغنمية وعن أرض المملكة، ويعطينا هذه نوع من التجانس مع قوات الشقيقة اللي شاركتنا في هذا التمرين. والحقيقة هو تمرين بمناسبة تأسيس قوة الدفاع 50، وهو تمرين ثنائي بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وكذلك تمرين ثنائي بين البحرين وبين
القوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة عن المراحل التمرين طبعا مر في مرحلتين أساسيات. المرحلة الأولى هي مرحلة تمرين القيادات، وهذا تمرين القيادات عادة يخطط له على الورق ويرسم له على الخرائط، وتدار بعض المعاضل لمعرفة كيفية معالجتها من قبل الضباط الميدانيين. ومثل ما قلت ان التمرين شمل على القيادات من القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الإماراتية، كانوا اخوان معانا وشكلوا قيادات دخلت ويانا واطلق عليهم القوة العزم واحد وقوة العزم اثنين للدولتين اللي شاركوا، وقوة العزم ثلاثة اللي موجودة بعض القيادات الميدانية في التمرين القيادات. بالنسبة عن المرحلة الثانية والله الحمد اللي نفذناها اليوم بكل نجاح وبكل دقة والله الحمد، هي تسمى تمرين بقطاعات ذو جانب واحد ونفذ بالذخيرة الحية، وشاركت فيه كل أفرع القوات المسلحة من الطيران القوات الجوية ومن القوات البرية اللي هي القطاعات اللي على الأرض الميدانية والقوات البحرية اللي كانت منتشرة في المياه الإقليمية لمملكة البحرين. والله الحمد كان تمرين ناجح، وحضور جلالة الملك لنا شرف وعطانا المعنوية والعزيمة والحرص في دقة التنفيذ. أهلا بكم من جديد. يعني مشاركة القوات الإماراتية وأيضا القوات السعودية في هذا التمرين التعبوي اللي هو قوة العزم اللي شهدناه اليوم، يعني هذه تأتي بشكل من أشكال طبعا هي لرفع الجاهزية والتنسيق وما إلى ذلك، ولكن هي شكل من أشكال أيضا التعبير عن التهنئة لمملكة البحرين بمرور 50 عام على تأسيس قوة الدفاع البحرين. كيف وجدتم هذه صراحة المشاركة؟ صراحة احنا شاكرين لمشاركتهم، هذه هاي مشاركة إيجابية جدا جدا. أولا مثل ما قلت تعكس روح طيبة ولفتة كريمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يعني احنا بنتقدم لهم بالشكر قيادة وشعبا. شيء ثاني، ذي النوع من التمارين مثل ما أسهب سيدي سعادة اللواء تقرب الناس من بعض، تخلي العمليات تكون أسهل. يعني احنا لان تدرب مع بعض احنا نكون أقوى، فما بالك إذا دولة أخرى تدرب معك، يصير التلاحم أكثر وتخاطب أسهل، وهي كلها في يعني المصطلحات والأجهزة والوسائل. يعني كثرة هذه التمارين واستمراريتها تؤدي إلى يعني بطريقة أخرى إلى تفاهمات. يعني حتى لو أنا مثلا ما عندي الجهاز اللي يشتغل عندك، إحنا لازم نلقى بديل، فهذه إحنا فتحنا باب ان يعني احنا في هذا الجهاز ما يشتغل مع هذا الجهاز. طبعا هذه امور كثيره يعني تقنيه كثيره، وتساهم في فعاليه رفع مستواها وقدراتها. نعم جميل. الان يعني القوات المختلفه سواء البحريه الجو سلاح الجو او المشاة او الحرس الملكي يقومون بتمارين مع جهات مختلفة، لكن يعني التمارين مع إخواننا وأشقائنا في دول مجلس التعاون هل لها خصوصية مختلفة؟ طبعا يعني التمارين مع إخواننا في دول المجلس عموما لها خاصية خاصة ولها نوع من التنسيق والربط، بحيث يعني عندنا احنا عملية الدفاع المشترك مع بعض، فاحنا دائما نتدرب على التمارين المشتركه. نعم، وهذا يعطينا طبعا في المستقبل يعطينا درجه عاليه من الاستعداد والجاهزيه، ويكون الروابط بين الاخوه في والتفاهم والتنسيق في العمليات المشتركه اذا تطلب ذلك في المستقبل. نعم.
جميل. وبالتالي هذه التمارين المشتركة بين أبناء دول مجلس التعاون، الأسلحة المختلفة، قوة دفاع البحرين مع باقي يعني القوات الدفاع في مختلف دول مجلس التعاون، هذه تؤدي إلى التكامل اللي احنا يعني الكل ينشد له منذ قيام مجلس التعاون في بداية الثمانينات على مختلف يعني يمكن المواقع والأمور، ولكن أيضا مسألة الدفاع المشترك يمكن من أبرزها في خضم التحديات الأمنية الكبيرة اللي يعني تواجه المنطقة والمتجددة الحقيقة. هذه المنطقة دائما منطقة حيوية. يعني أنا تقريبا وصلنا للختام، لكن أريد في الختام قبل ما ننهي هذا اللقاء الشيق معاكم، ما الذي يعني مرور 50 عام على تأسيس قوة دفاع البحرين؟ أبتدي معك سلمك الله، مسيرة 50 عام لقوة دفاع البحرين، ما الذي يعني هذا لكم جميعا في مختلف الأسلحة؟ حقيقة مرور 50 عام يعني هذا بالنسبة لنا شيء فخر واعتزاز لا يوصف. نعم. المراحل المتقدمة اللي التي وصلت إليها قوة دفاع البحرين هي مراحل يعني يشهد لها الأشقاء في التحالفات ويثني عليها الأصدقاء، وهي مصدر للاعتزاز والفخر حقيقة، وتوجد بها بشائر خير أن سرعة التطور أصبحت مختلفة، والفترة القادمة بإذن الله ستكون أفضل. فنحن نترقب إن شاء الله أن المراحل القادمة ستكون مراحل خير علينا جميعا، ويأتي هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بقيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. فيما يتعلق بسلاح الجو، ما الذي يعني لكم مرور 50 عام على تأسيس قوة دفاع البحرين بشكل عام وأيضا لسلاح الجو الملكي البحريني بشكل خاص؟ طبعا بالنسبة لقوة الدفاع مرور 50 عام على تأسيس، طبعا هي فترة تعتبر ليست بالكثيرة. نعم. لكن يعني أنا فخور بما تم إنجازه في 50 سنة. نعم. قوة الدفاع أنجزت الكثير وصارت يعني تجاري الدول اللي سبقت بعشرات السنين في بناء الجيوش. فأنا فخور حقيقة بانتمائي إلى هذه المؤسسة أولاً، وأنا أعتبر نفسي يعني في قوة الدفاع في بيتي، يعني قوة الدفاع هي البيت والبحرين هي أمنا يعني، ولزام علينا احنا ندافع عنها. نعم. وهذا للجنود والضباط، كل من في مكانه، كل من مكانه. نعم. والضباط. نعم. والجنود هم اخواننا، فيعني لزام علينا ان احنا ندافع عن يعني عن البحرين الى اخر قطره دم من دمنا. بالنسبه لسلاح الجو، فاني يعني عمر سلاح الجو اقل ب10 سنوات من قوه الدفاع. نعم صحيح. لكن حقيقه القفزات اللي قفزها سلاح الجو قفزات يعني لا يمكن تصورها. في الأمس القريب توقع صفقة طائرات F-16، وطائرات F-16 هذه من أحدث طائرات الموجودة في طائرات المقاتل الموجودة في العالم. نعم. وهي بلوك 70، فيعني بحكمة القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم والقيادة العسكرية وصلنا إلى هالمساوى المشرف اللي شهد به العالم كله. لا شك فيه، وهذه دائما محل فخر واعتزاز من كل يعني البحرينيين، ويمكن من كل من يعني شهد الادوار الكبيره اللي قام فيها السلاح الملكي البحريني. يعني احنا نفتخر فيه دائما وهو محل اعتزاز من الجميع. 50 عام من العطاء من الفداء لقوة دفاع البحرين، وايضا يمكن القوات البريه ايضا لها خصوصيه في ذلك، قوات المشاة. 50 عام من العز والفخر والمنعة والقوة إن شاء الله. 50 سنة هي حقيقة عمر القوات البرية، لكن ما أقدر أزيد على اللي قاله سعادة اللواء. حقيقة هي 50 سنة من الفخر والعز، ويعني قوة الدفاع
فعلا في 50 سنة قطعت شوط اختزلت خلينا نقول مئات السنين في 50 سنة. حقيقة برامج التطوير والتدريب والتحديث والتسليح وتطوير العنصر البشري وهو الأساس، صدقني ما نفرق عن احنا كلنا درسنا في دول الغرب في امريكا وبريطانيا وفي مصر وفي كلنا مرينا في دورات، ما شفنا فرق بيننا وبينهم، ما يفرقون عنا باشياء اكثر من انهم عندهم تعداد يمكن اكثر او اسلحه اكثر، ولكن الاسلحه متشابهه، التدريب متشابه، المستوى القتالي يعني قاعدين تدرب على نفس، اضف يعني من حيث التسليح والجاهزيه أضف إليها نفسية روح المقاتل البحريني طبعاً اللي دافع عن وطنه غير اللي هاجم على أي بلد آخر، فقيسها على أي جيش قاعد يدافع عن وطنه، لسنا بأقل من أي جيش في العالم، إحنا على قدر العلم والتسليح والمعرفة يعني والانفتاح على أي شيء جديد، مثل ما قال لك طول تطور الأمور وتدخل أشياء جديدة وتغير مسارح العمليات، نواكبها قوات الدفاع تواكب كل مرحلة من مراحل التطوير مر فيها العالم في هالخمسين سنة الحمد لله والشكر من أجل حفظ أمن وأمان هذا نعم الغالي نعم لا شك فيه. أيضا فضل رعاية سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أيضا يعني سلاح البحرية لا يختلف عن باقي الأسلحة ولا شك. 50 سنة طبعا هو بكل الفخر والاعتزاز نستذكر اللبنة الأساسية اللي وضعها سيدي صاحب الجلالة لتأسيس هذا الصرح الذي نعتز به دائما، وهو وضع اللبنة الأساسية، وكانت قوة الدفاع إنجازاته في الفترة 50 سنة هذه إنجازات طبعا مشهود لها من الجميع، وكذلك في هذه 50 سنة أثبتت قوة الدفاع البحرين أنها هي العين الساهرة والدرع الواقي ل مملكة البحرين. الله يحفظ مملكتنا بقيادة سيدي صاحب الجلالة. اللهم آمين. مشكورين حقيقة، شاكر لكم حضوركم، شاكر لكم، ممتن لما تفضلت فيه. أنا أشعر بالفخر واعتزاز لتقديم هذه الحلقة بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس قوة الدفاع البحرين. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك. في نهاية هذه التغطية مشاهدينا الكرام أشكر ضيوفي في الاستوديو سعادة اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، سعادة العميد الركن الشيخ سلمان بن خالد الخليفة قائد كتيبة المشاة الآلية الأولى، سعادة العميد الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكية البحرين بالوكالة، وسعادة الرائد الركن الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد كتيبة الحرس الملكي 12. مشاهدينا الكرام، ما وصلت له قوة الدفاع اليوم بعد نصف قرن على تأسيسها يدعو للفخر والاعتزاز من حيث المستوى المتميز من الجاهزية والاستعداد والكفاءة بفضل الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في تنمية العنصر البشري الذي وفرت له أفضل الفرص للتدريب والتعليم العسكري والأكاديمي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء، وفي الختام نقول اللهم احفظ هذا البلد.